بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من أهل الكتاب والأميين في مسألة 94، أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا الأمر من أمور الجاهلية موجود عند أهل الكتاب، بل هو في صلب عقيدتهم والعياذ بالله، خصوصا النصارى، وموجود عند أهل الشرك، وتوارثه أهل الظلم والعدوان من المنتسبين إلى هذه الأمة. فأما ما كان عند أهل الشرك فإن الثأر عندهم كان يتضمن أن يقتلوا الرجل بالمرأة والحر بالعبد، لا يلتزمون في ذلك بالقصاص الذي شرعه الله، يقتلون الكبير عند القوم الآخرين الذين اعتدوا عليهم، ويزيدون في الاعتداء ويجهلون فوق جهل الجاهلين. وعند أهل الكتاب كان من صلب عقيدة النصارى أن الخطيئة موروثة، وأن كل بني البشر قد ورثوا خطيئة أبيهم آدم، وأنه لا خلاص لهم إلا بذبيحة إلهية كما زعموا. وأصل عقيدة الصلب والفداء التي بني عليها اعتقادهم، ومن أجلها تصوروا مسألة تجسد الإله في صورة إنسانية لكي يصلب لفداء خطايا البشر، أصل ذلك قضية وراثة الخطيئة، وأن الخطيئة في الإنسان قد ورثت له، وأن الله عز وجل سخط على جميع جنس البشر من أجل خطيئة أبيهم آدم عليه السلام. مع أن القاعدة القرآنية العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، ولا تزر وازرة وزر أخرى، مع الإيمان بأن الله عز وجل هو الغفور الرحيم وأنه هو التواب الرحيم، وهذا يوجد عندهم في الكتب المتقدمة في التوراة والإنجيل وفي الزبور في وصف الله سبحانه وتعالى بقبول التوبة وبالمغفرة، ومع ذلك فهم يمنعون هذا الأمر في أمر وراثة الخطيئة كما ذكرنا. فهذا من عقائدهم الفاسدة التي بني عليها الاعتقاد بأسره، نعوذ بالله من ذلك. وأما اليهود فزعموا أن الرب قد شرع لهم أن من خالفهم، من خالف بني إسرائيل، اجتاحوا قريته ودمروها بمن فيها، لا يتركون فيها صغيرا ولا كبيرا إذا خالفهم بعض أهلها، بل ولا يراعون في ذلك حرمة شيخ فان ولا صغير ولا امرأة، بل يبيدون من انتسب إلى من خالفهم في أمر من الأمور، وهم يطبقون ذلك في واقع الحال، أنهم يبيدون من خالفهم من الأمم ومن حاربهم، لا يراعون صغيرا ولا كبيرا ولا أحدا، نسأل الله العافية، بل يتلذذون بقتل الأطفال ويفتخرون ببقر بطون النساء، نعوذ بالله من ذلك، تاريخهم شاهد بهذا الأمر. فاليهود والنصارى والمشركون عندهم من ظلم العباد ومن أخذ الرجل بجريمة غيره ما كان عند أهل الشرك في الجاهلية. وللأسف ورث كثير من المسلمين هذا الأمر عن أهل الجاهلية، عن سلفهم من أهل الجاهلية، فوقعوا في أمور محرمة عظيمة الخطر في أمر الأخذ بالثأر ومعاقبة المجموع، حتى صار من أمثلة الظالمين
أن السيئة تعم والحسنة تخص، صار مثلا مضروبا يستدلون به في كثير من المواطن على العقوبة الجماعية كما يسمونها، لمجرد أن البعض قد ارتكب شيئا وهو لا يعرف الوصول إليه بعينه فيعمم العقوبة ليصل العقاب إلى الجاني، ولو ظلم في ذلك عشرات النفوس أو مئات النفوس. وهذا أمر أيضا يطبقونه في المعاملة مع طوائف مختلفة، فإذا كانت الطائفة قد ارتكب بعض أفرادها جرما يعممون العقوبة على الجميع وينزلون بهم بالطائفة كلها بأسهم، نعوذ بالله من ذلك. وفي بعض بلادنا من عادات الأخذ بالثأر أنهم لا يعبؤون بمن ارتكب الجريمة، ولكن يبحثون عن أكبر رأس في العائلة لإغاظة أفرادها فيقتلونه ولو كان بريئا تام البراءة، لا يعبؤون بهذا. ولو كان رجلا صالحا عابدا، ولو كان ينكر على من يرتكب الجرائم، فينزلون به بأسهم وعقوبتهم التي لا يستحقها، ولا يعتمدون في الثأر على ثبوت البينات وعلى ثبوت حكم القصاص ومراعاة أحكامه، بل عندهم التعيير لمن لم يأخذ بالثأر على طريقتهم. فلو ثبت مثلا أن بعض من ليس له وضع اجتماعي قتل أو ارتكب جريمة من الجرائم في حق البعض، فهم لا يعدون في عرف مجتمعهم الجاهل أنه قد أخذ بالثأر إذا قتل هذا القاتل، وإنما لا بد وأن يقتص قصاصا غير عادل أو ليس بقصاص في الحقيقة، بل يبحث عن كبير القوم ومشهورهم وغنيهم وصاحب أمرهم فيقتله، ولو لم يكن أمر، ولو لم يكن حف، ولو لم يكن رضي، ولو لم يكن ارتكب شيئا من الجريمة، فيعيرون من لم يفعل ذلك، ولا تبرد نار ثأرهم بمثل هذا الأمر. وهذا الذي يؤدي إلى مزيد من سفك الدماء المحرمة بين عائلات وقبائل، لا تزال هذا الأمر منتشرا في الصعيد وفي الأعراب وفي كثير من البلاد، يرون الثأر أن يكون إنما بالقدر الذي يوجع الآخرين ولو لم يكن الإنسان قد ارتكب الجريمة. وأما في شرع الله سبحانه وتعالى فلا يعاقب إلا من جنى، لا يجني والد على ولده ولا يجني ولد على والد. من ارتكب جريمة من الجرائم، قتل أو قطع الطريق أو غير ذلك، لا يؤخذ غيره بجريرته ولا يجوز تعميم العقوبة. ولذا كان من قواعد أهل الإسلام في محاربة أهل البغي أنه لا يجوز أن يستعمل معهم في القتال ما يعم إتلافه مما يؤدي إلى قتل النساء والصبيان، وإذا أسر أحد من هؤلاء فلا يعاقب بشيء من العقوبة، وإنما أجاز بعضهم حبسهم نكاية في أهل الحرب، والجمهور يمنعون من أسر نساء أهل البغي أو من أسر أبنائهم الصغار، وإنما يأخذون من قاتل فقط، وأما من ترك القتال فيمتنع من قتله، فلا يذفف على جريح ولا يقتل أسير، وهذا عند جمهور أهل العلم. وهذا كله مراعاة لأن من ترك فعل المحرم فلا بد أن يترك ولا يعاقب مع باستمراره على ذلك. وأما إذا كانت الطائفة متعاونة فهم قد اشتركوا في جرم، فعند ذلك كقطاع الطرق مثلا، عند ذلك يعاقبون جميعهم الردء والمباشر سواء في ارتكاب الجريمة، وهذا من العدل والإنصاف. وبعض أهل العلم يفرق بين الردء والمباشر حتى في قطاع الطرق، وإن كان عند أكثرهم أن المعاون والمباشر سواء طالما أنهم اشتركوا في الجريمة، وهذا من محاسن هذه الشريعة العظيمة. وفي أمر القتل والقصاص لا بد فيه من البينات أو من القسامة، لا يثبت الأمر هكذا بمجرد الشبهة، ولا يجوز القتل بمجرد السماع، ولا يجوز إلا أن يشهد العدول أو يكون الاعتراف بحصول الجريمة. والشرع قد
يعني أكد في إثبات الجرائم على إثبات البينات، لا بد من البينة، لا يمكن أن يؤخذ إنسان بجريمة غيره فضلا أنه يؤخذ بغير ثبوت التهمة عليه. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا يعطى الرجال بدعواهم، ولا يبد من إثبات الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة في حق الشخص نفسه. فأتى الإسلام بفضل الله عز وجل بما يعني يعرف كل عاقل أنه العدل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فما ينتشر في زماننا من أمور الجاهلية في هذا الباب من عقوبة جماعية لبعض الناس على جريمة ارتكبها البعض، أو من عقوبة لغير الجاني، لا بد وأن يهجر وأن يحارب وأن ينهى عنه في بلاد المسلمين. وقد يظن البعض أن أمر أسر النساء والصبيان أخذ لهم بجريرة غيرهم، فيقول: وما ذنب الأطفال أن يسبوا إذا كان الآباء هم الذين قد ارتكبوا الكفر، وما ذنب النساء وهن تابعات؟ نقول: أما البالغين فلا شك أن هذا من محاسن الإسلام، أعني أن أسرى هؤلاء النساء وسبيهن هو في حقيقة الأمر لأجل الكفر الذي كانوا عليه. ولو ثبت إسلام إنسان قبل أن يقع في الأسر لم يجري عليه رق قط، لأنه ثبتت حريته مسلما فلا يجري عليه رق قط. وأما الأطفال فسبيهم في حقيقة الأمر إنقاذا لهم من براثن الكفر الذي يراد لهم أن ينشأوا عليه، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم مع حصول التنكيل بالكبار، لأنه يحصل لهم من أنواع الخير بالوجود تحت سلطان المسلمين ولو كانوا رقيقا مملوكين، ما لا يمكن أن يحصل لهم ولو بقوا أحرارا في سلطان آبائهم ومجتمعاتهم الجاهلية الظالمة التي تفرض عليهم أنواع الكفر والشبهات والضلالات وتمنعهم من رؤية نور الحق. وكما رأينا في حسن معاملة الإسلام للرقيق وفي ما أمر الله عز وجل به من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يعامل به مماليكه، حتى لربما استهان بعض هؤلاء المماليك ببعض الأوامر من أجل الأمن من العقوبة. فإذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام يختاره زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وهو قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، ويظل كابن له لما عرف أبوه زيد بن حارثة كان قد أسر في الجاهلية صغيرا، واشترته خديجة رضي الله عنها ووهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان مملوكا له عليه الصلاة والسلام. وعلم أبوه بمكانه فأتى إلى مكة المكرمة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فداء ابنه، فسأله أن ماذا يريد في أن يفديه بأي شيء من المال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعوه إلى ما هو أفضل من ذلك. فقال: ما هو؟ قال: وخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم، حر لوجه الله عز وجل دون ثمن ودون فداء، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من يختارني أحدا. فقالوا: أنصفت. فأتى بزيد ابن حارثة رضي الله عنه وقال: يا زيد، أتعرف هؤلاء؟ قال: نعم، هذا أبي وهذا عمي وهؤلاء أهلي. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنا من قد عرفت، فإن اخترتهم فاذهب معهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاختار زيد رضي الله عنه أن يكون رقيقا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذهب إلى أبيه وقومه بما رأى من حسن معاملته، حتى تعجب أبوه وإخوته وأقاربه وأهله ومن أنه يختار العبودية، ومع ذلك فأصر على ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. كان هذا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، كان يسمى زيد بن محمد، وكان كذلك في أول الإسلام حتى أنزل الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وأقسط عند الله. فسمي
باسمه الذي كان عليه زيد ابن حارثة. وعلمنا كيف أن عامة يعني كثير جدا من أهل العلم الكبار المقدمين كانوا رقيقا مملوكين، يعني لو كانوا بقوا في يعني تربية أبائهم وأمهاتهم الكفار لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فهذا سعيد بن جبير ومولى ابن عباس رضي الله عنه، وعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه، ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنه، عن هؤلاء أخذ العلم، وأمثالهم كثير، وأضعاف هؤلاء ممن يعني كانت له المنزلة والذكر الحسن في الأمة الإسلامية وكانوا موالي. لو كان هؤلاء بقوا في تربية آبائهم وأمهاتهم هل كانوا يصلون إلى ما وصلوا إليه من المنزلة العالية الرفيعة التي وصلوا إليها؟ عامة من نسمع ومن نأخذ عنهم العلم والحديث كانوا في وقت من الأوقات كثير جدا منهم كانوا مماليك، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم. لذلك نقول إن أسر النساء والذرية ليس أخذا بجريرة الآخرين، بل مع الإحسان التام الذي يحصل للرقيق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهم، قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وأداء حقوقهم كما هو معلوم، الوصية بذلك متأكدة، متأكدة في الشرع. ما جعل الرق في ظل النظام الإسلامي أنفع لهؤلاء بكثير من أن يكونوا أحرارا في مجتمعاتهم الجاهلية، وهذا والله أمر ملحوظ. فإن الشعوب الجاهلة الواقعة تحت سلطان طواغيتها تظلم ظلما عظيما وهي تظن أنها في طريقة مثلى، نسأل الله العافية. ولذلك نقول هذا ليس إلا إصلاحا مطلوبا ومقصودا للأمم، وليس أخذا بجريرة الآخرين، ليس أخذا لهؤلاء بجريرة الآخرين مع ما فيه من النكاية بقلوب الكفار، إذا رأوا ذلك فيحصل الخير من جميع الجهات، والله أعلى وأعلم. فشرع الله عز وجل كله عدل ومصلحة، ولا يؤخذ إنسان فيه بجريرة غيره، ولا تزر وازرة لا تحمل حاملة أثقالا حمل أخرى، حمل نفس أخرى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. والله آية عامة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والوازرة هي التي تحمل ثقلا، النفس التي تحمل ثقلا، فلا يحمل أحد عن أحد في الدنيا والآخرة جريمته. والبعض قد يرى أيضا أن دفع الدية على العاقلة هو من هذا الباب، إلزام العاقلة بدفع الدية أخذ بجريمة الآخرين، وليس كذلك، فهذا باب الخطأ ليس فيه جريمة، وإنما الأمر فيه مواساة، لأنه وقع خطأ، القتل الخطأ وقع بغير قصد، وتحميله للجاني وأنه ليس بمجرم ولكن وقعت منه جناية على غيره بدون قصد، تحميله يذهب بماله ويعجزه عن أن يكون فردا صالحا في المجتمع لو أخذ كل ماله، أو ألزم بأداء الحق الذي عليه طيلة عمره، ولو أهدر حق القتيل أو حق الذي حصلت عليه الجناية خطأ لضاعت الحقوق. فكان من أعدل الأمور أن تكلف عاقلة الجاني بتحمل الدية معه مشاركة له ومواساة في أمر لم يقصد فيه أن يرتكب جريمة أو أن يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. من هنا قلنا أنه ليس في الإسلام تحمل أحد جريمة أحد، ولا أن يؤخذ أحد بجناية أحد، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال في المسألة 95 تعيير الرجل بما في غيره، فقال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. القصة معلومة، عندما وقعت خصومة بين أبي ذر رضي الله عنه وبين بلال أو بين أحد المسلمين، كانت أمه سوداء، فقال له أبو ذر يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، فقال على سني هذه؟ قال نعم. يعني يذكر أن أبا ذر وضع خده على الأرض ليضع بلال رضي الله عنه رجله عليها
إهانة لمن يعني لهذه الجاهلية التي كانت فيه، فعفى عنه الله أعلى وأعلم. هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، هو التعيير بالألوان وبالآباء والأمهات، نسأل الله العافية. وهذا موجود في أهل الجاهلية من أهل الكتاب ومن المشركين، وانتقل إلى كثير من المسلمين، فتجد السب بالآباء والأمهات والتعيير ببعض العيوب التي ليست في الإنسان ولكن في عائلته أو في بعض أقاربه، هذا من ميراث الجاهلية التي لا بد من التحذير منها، وإن كانت هذه الجاهلية تجامع الإسلام كما سبقت مسائل كثيرة، كثير منها تكون مع وجود الإسلام ولا يلزم منها الكفر، وقد شرحنا هذه المسألة في أول الكتاب عندما ذكرنا أن من الجاهلية ما يكون كفرا ومن الجاهلية ما يكون معصية. فالتعيير بالصفات الخلقية الخلقية عند الآباء والأمهات أو عند القوم كما هو كما قد يحدث من أهل الجاهلية في زماننا، عندما يعممون مثلا الحكم على أهل بلد فيقولون مثلا أنتم مثلا المصريون فيكم كذا وكذا، فيرد الآخرون وأنتم الجزائريون فيكم كذا وكذا، كما هو حاصل ومعلوم من المعارك التي تعد، نسأل الله العافية، في المباراة القادمة التي يعدون لها أنواع من الأسلحة والمعدات للانتقام، ويحرقون الأعلام كأنهم في معركة يعني، ويتهمون الشعوب بأسرها بأن عندهم كذا وكذا، يعيرون الرجل بما ليس فيه بما في غيره، ويقولون أنتم تفعلون، يرد الآخرون أنتم تفعلون، نسأل الله العافية. وهكذا تجد في كثير من الناس في داخل المجتمع الواحد، تجد من يسمونه الناس الفلاحين والصعيدة، فتجد هؤلاء يسبون هؤلاء ويقولون عندكم أنتم من الصفات كذا وكذا وكذا، وكثير جدا من النكات الخبيثة التي تجعل على طائفة بعينها ليسخر الناس منها ويغتاظ من ينتسب إلى الطائفة أو إلى أهل بلد معين، حتى يتهم هؤلاء بأنهم عندهم جهل أو عندهم غباوة أو عندهم ضيافة أو عندهم يعني أنواع من التهم ليست في هذا الشخص الذي فيه، يقول من أين أنت، يقول من البلد الفلاني، يقول فيكم كذا وكذا وكذا، نسأل الله العافية. هذا كله من الجاهلية الموروثة عن أهل الجاهلية التي لا بد من محاربتها. وإذا كان تعيير الرجل بما فيه مذموم إذا لم يرد الشرع بالإذن في ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، يعني لا يلومها ولا يعيب عليها، لا يثرب عليها، لا يعاتبها، الحد مشروع فقط، لا يجوز أن يسبها ولا أن يشتمها بما قد فعلت مع أنها قد زنت، فكيف بالسب واللعن والطعن بما ليس في الإنسان بل هو بما إنما هو في غيره. فإذا كان هذا منهيا عنه فيما أتاه الإنسان وهو من صفاته، وكذلك ما كان من صفاته مما لا يملكه كطول أو قصر أو لون جسم أو لون بشرة، فإذا كان الإنسان منهيا عن أن يعير أحدا بشيء وفي ويل لكل همزة لمزة، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فالهماز الذي يعيب الناس، فكيف إذا كان يعيب أحدا بما ليس فيه ولكن يعيبه بما فعله غيره أو بما هو من صفات غيره، كل ذلك أقبح من بعض، بعضه أقبح من بعض، والعياذ بالله من ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يعمم حكما معينا على طائفة أو على أهل بلد ويعامل الناس جميعا بذلك الذين ينتسبون إلى هذه البلدة أو إلى هذه الطائفة أو إلى هذا الشعب أو إلى هذا اللون، ويعتبر أن كلهم قد فعلوا هذا الأمر.
أو أن عندهم هذه المثالب أو عندهم هذه العيوب، نسأل الله العافية. في المسألة التاسعة والسادسة والتسعين قال: الافتخار بولاية البيت فذمهم الله بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. كان المشركون يقولون: نحن سدنة بيت الله، ويرون أن لهم فضلا على سائر العرب بكونهم هم الذين يتولون أمر الكعبة المشرفة، وقد أخذوها بالوراثة عن أبيهم إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام في قريش، لكن لم يقوموا بالحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى من تعظيم البيت الحرام، وأعظم ما بني له هذا البيت عبادة الله وحده لا شريك له، بل هو إنما طهر لأجل ذلك، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. شرع الله عز وجل أن لا يشرك به سبحانه وتعالى خصوصا حول هذا البيت، فكانوا مستكبرين بالحرم، كانوا مستكبرين به وفيه، يرون أنفسهم أهلا له. قال الله عز وجل: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فكانوا يفعلون في البيت الحرام وحوله ما لا يليق بهذا البيت العظيم، وكان صلاتهم عنده التصفيق والصفير، وكانوا يهجرون عبادة الله سبحانه وتعالى عنده، وينشغلون بالتصفيق والصفير بالتصدية بالمكاء والتصدية حول البيت الحرام فضلا عن عبادة الأوثان. فهم مستكبرين بالحرم وفيه، مستكبرين به على العرب مع أنهم لا يؤدون حقه، هجروا ما جعله الله عز وجل له من عبادته وحده لا شريك له، أشركوا بالله وتركوا ما أوجبه الله من العبادة من الصلاة وأنواع العبادات والتوحيد الذي هو المقصود الأعظم، والعبادة كلها مقصودها تحقيق التوحيد، فهاجروا ذلك واشتغلوا بالمكاء والتصدية حال سمرهم، جعلوا هذا لهوا ولعبا والعياذ بالله. فكان هذا حالهم الذي ذمهم الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا أمر حاصل لكثير من الناس ممن يقوم على البيت أو غيره من الولايات، يفتخر بها على الناس دون أن يقوم بحقها. فكثير من يعيش حول الحرمين الشريفين وربما انتسب إلى القيام بخدمتها أو القيام بخدمة الحجاج والعمار ونحو ذلك، ممن لا يؤدي حق الله سبحانه، وإنما يستكبر بكونه من سكان الحرم أو ممن يعيش فيه، وفي نفس الوقت يقضي عمره ووقته في أنواع اللهو واللعب، ولا يؤدي ما أوجبه الله عز وجل عليه، بل يهجر عبادة الله التي افترضها على عباده، وهذا من ميراث أهل الجاهلية، نسأل الله العافية. فلذلك الولايات المختلفة كذلك، إذا شرفك الله عز وجل بأن جعلك تتولى أمرا من أمور المسلمين فيما يتعلق بعبادتهم التي شرعها الله عز وجل لهم، لا تتكبر بذلك، بل أنت خادم من خدامهم، بل أنت معين لهم على ما فرض الله سبحانه وشرع لهم سبحانه وتعالى. فلا يجوز لك أن تتكبر بهذا الذي كلفت به، ولا أن يكون هذا سببا لافتخارك عليهم بغير الحق. فالافتخار بأمر الولايات الشرعية وبالقيام بما أمر الله عز وجل به يؤدي بالإنسان إلى أن يهجر ما جعل فيه من طاعة الله، وإنما يشغله الفخر والكبر عن أن يكون مؤديا لوظيفته التي جعله الله عز وجل فيها.
فينشغل عنها ويهجر طاعة الله فيها ويجعل وظيفته نوعا من اللهو واللعب، يتلذذ بكونه فوق الناس أو أنه في محل ولاية عليهم أو غير ذلك مما يفتخر به ويتكبر به على الخلق. فلا يجوز للمسلم أن يفتخر بما جعله الله عز وجل فيه من الولايات ومن الطاعات، بل يكون أوجب عليه أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذا المكان أو في هذه الوظيفة أو في هذه الولاية. لا يعتدي على الخلق بالكبر والفخر، ولا يتعالى عليهم، ولا يكون همه اللهو واللعب الذي يريده الكفار وكانوا يفعلونه حول بيت الله الحرام من البكاء والتصدية. والله أعلى وأعلم. قال في المسألة 97: الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله عز وجل بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا واقع في أهل الكتاب من بني إسرائيل، يرون أنفسهم أبناء يعقوب عليه السلام وأنهم المختارون، شعب الله المختار. وواقع أيضا في قريش التي كانت في يعني تفتخر عرف الجاهلية لأنها من نسل إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. والافتخار حاصل بين هؤلاء وهؤلاء وبين كل طائفة وغيرهم. فاليهود يفتخرون على العرب بأنهم من نسل إبراهيم من ابنه إسحاق الذي هو ابن الحرة، وإسماعيل ابن أم الولد ابن المملوكة، ويرون هذا الأمر سببا للافتخار، ويرون أنفسهم اختارهم الله دون غيرهم من الأمم، ليس لأجل العبادة والقيام بالدين، بل لأجل أنهم ذرية الأنبياء فقط. مع أن الخلق جميعا ذرية آدم وهو نبي مكلم، ثم هم بعد ذلك يعني الخلق البشر يعني، ثم هم بعد نوح عليه السلام من ذرية نوح، فهم ذرية الأنبياء. ولد منهم الكفار، ولد منهم المنافقون، ولد منهم الظلم والفسق، كما قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. نعم، سيكون من ذرية إبراهيم أئمة، ولكن لم يدخل في هذا العهد الظالمون. لا ينال عهد الظالمين، عهد الله لم ينل ولم يشمل الظالمين. الظالمون خارجون عن الإمامة في الدين، لا تقبل، لا يجوز توليتهم الولايات، ولا يجوز قبول شهادتهم، ولا يجوز أن تقبل روايتهم، لأنهم ظلمة، فلا ينفعهم انتسابهم لأنهم للأنبياء ولا أنهم من ذرية الأنبياء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن بني فلان ليسوا بأوليائي، إن ولي الله وصالح المؤمنين. فلم يتولى من كان من أهله وقرابته ليس على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه تلك أمة قد خلت، من مضى، هذا يشمل الكلام مع بني إسرائيل وسياق الآيات فيهم، لأنهم إنما كانوا يعني يفتخرون بأنبيائهم إسحاق إبراهيم وإسحاق ويعقوب، والعرب يشاركونهم في إبراهيم عليه السلام. ومع ذلك فليس هذا بسبب مجرد للتفضيل وللترجيح، بل لابد من العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك للقريب والبعيد، يقول لقريش: اشتروا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن كون الإنسان من ذرية الأنبياء كما يفعل البعض في زماننا يقول أنا من أهل البيت، وكأن هذا
علامة على أنه لا بد وأن يكون من الصالحين، وعامة أهل البدع والضلال في محاولاتهم لترويج بدعهم وضلالهم ومنكراتهم على عامة الناس انتسبوا إلى أهل البيت، حتى بني عبيد القداح الزنادقة المجرمين الذين أرادوا أن يفرضوا زندقتهم على المسلمين وأن يقيموا، وقد أقاموا دولة خبيثة، انتسبوا إلى فاطمة حتى سماهم الناس أو عامة الناس الفاطميين، سموهم الفاطميين نسبة إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وسمي يعني أو كلمة الزهراء حتى هذه لم ترد في السنة، وإنما انتسبوا إلى ذلك لترويج يعني ضلالهم على الناس. وتجد حتى من كان أتيا من أبعد بلاد المغرب ينتسب إلى أهل البيت لكي يثبت شرفا يفتخر به على الناس، وإن لم يكن يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك. أهل البيت لهم منزلة عظيمة، ولا شك أننا نعرف قدرهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنهما لن يفترقا حتى يجتمع على الحوض، وهذا من أوضح الأدلة على أنه لا يزال في أهل البيت من يكون على الحق ومن لا، يعني لأن أهل البيت في مجموعهم لا يفارقون الكتاب، بل سيظل طائفة منهم مع الكتاب على الدواب. ومن هنا رجح كثير من أهل السنة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقل ذلك عن طائفة من العلماء ومن الحنابلة، أن إجماع أهل البيت حجة، ليس كما يظن بعض الجهلة أن هذا قول الشيعة فقط، وهذا كلام باطل غير صحيح، هذا قول طائفة من أهل السنة وإن لم يكن مشهورا لكن عليه الدليل. لكن كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم الله في أهل بيتي، وقال: تركت فيكم ثقلين، الثقل الأول الكتاب والثقل الثاني أهل البيت، فدل ذلك على تعظيم منزلتهم، لكن لا يعني ذلك أن كل من كان من أهل البيت يكون ناجيا عند الله أو يكون على الحق أو يكون معصوما كما يعتقد الشيعة في أئمتهم، يرون فيهم العصمة ويعتقدون فيهم أنهم لهم سلطان على الكون وعلى غيرهم، وهذا كله من الباطل والكذب والزور الذي لم يقله أحد من أئمة أهل البيت من أول علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة رضي الله عنها فمن بعدهم من ذريتهم. فلذلك نقول: لا يكفي أن يكون الإنسان من أهل البيت حتى يكون ذلك مقتضيا لصحة كل ما يقول أو لاستحقاقه لكل ما يدعي. وقد كان في التاريخ من أهل البيت من ينتسب إلى أن يكون من أهل البيت من ينطبق عليه من طبق على أبي طالب وأبي لهب عمي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال عنهم: ألا إن بني فلان ليسوا بأوليائي. ولذلك نقول قد كان بعض من أفسد في الإسلام مفسدة عظيمة ممن ينتسب إلى أن يكون من أهل البيت، حتى ولو كان فميراثه هذا النسب لا يعفيه من العمل ولا يلقي عنه تبعة أوزاره أنهم من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذريته صلى الله عليه وسلم، فإنه إن لم يأتي بالعمل الصالح لم يكن من أهل البيت ولو كان من الذرية، كما قال الله عز وجل لنوح: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عامل غير صالح. فإذا علمنا رجلا نافق وأعان الكفار على بلاد على المسلمين حتى مكن الكفار من بلاد المسلمين واحتلوها وكان يعاونهم ويعمل جاسوسا لهم ونحو ذلك ويقول أنه من أهل البيت، هل يعفيه ذلك؟ نقول: هو من الذرية وليس من أهل البيت، كما كان أبو طالب عما للنبي عليه الصلاة والسلام وأبا لهب عما للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يغني الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما من الله شيئا، بل على الصحيح بل الصواب أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع صلى الله عليه وآله وسلم أن ينقذهما من النار، وإنما
قال الله قال للرجل الذي قال أين أبي؟ فقال إن أباك في النار، فولى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. وكذلك استأذن أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله عز وجل له. فإذا كان هذا في أبويه صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دون ذلك، من هو أبعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك هذه القضية خطيرة جدا عند الصوفية، والانتساب إلى أهل البيت عندهم كأنه يعني جواز للمرور إلى قلوب الخلق مطلقا دون نظر إلى عمل وإلى عقيدة وإلى فهم لهذا الدين وتطبيق له. هذا كله من الجهالة الخطيرة التي يغر بها كثير من الناس، لأنه يفتخر بكونه من ذرية الأنبياء دون أن يعمل بمثل عملهم ولا أن يسير على طريقهم، فيقال لهم تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. الواضح من الحديث عموم إسبال الإزار، صحيح وعام فعلا، أن ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار لا يجوز. وأما إذا استرخى فليس هذا بفعل من العبد، اللي بينزل لوحده يبقى لم يسبله المسلم وإنما تركه يسترخي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال إن إزاري يسترخي مني، قال إنك لست بما فعله خيلاء. إن شاء الله غدا أول الأيام البيض، الثالث عشر ثم الرابع عشر ثم الخامس عشر لغاية الكعب، لغاية الكعب غير محرم، لغاية أسفل الكعب مش محرم، لغاية ما ينزل تحته ما أسفل يبقى هذا معذب. صاحب العمل يقول انتظر حتى الإقامة لتذهب للصلاة، لو انتظرت لضاعت تكبيرة الإحرام وبعض من الصلاة. لا بد في من يعني من الذهاب لصلاة السنة أو قبل الإقامة من استئذان صاحب العمل، اذهب إلى يعني تدرك إن شاء الله في مسجد يحدد وقت الإقامة فيه بالتحديد، استعن بالله عز وجل واذهب قبلها بدقيقتين أو نحو ذلك حتى تدرك تكبيرة الإحرام. هل يجوز ممارسة تخصص النساء والتوليد أثناء فترة الامتياز بالمستشفى من طبيب، يعني مع العلم أنه لم يتخصص في هذا القسم لكن سيستلم عمل في وحدة ريفية ومعرض لمواجهة حالات ولادة؟ إذا كان الأمر كذلك فعليه أن يتعلم حتى يستطيع إغاثة من يستغيث به ممن لا يستطيع الوصول إلى غيره من النساء، خصوصا أن كثير جدا من الوحدات الريفية لا يمكن أن تتوافر فيها طبيبات يقمن بها، ويعني قد أصبح الأمر في كثير من الأحيان لقلة من تقوم بهذا العمل من الدايات في الزمن الماضي وقلة في خبرتهن، وتعرض الكثير من الوالدات أثناء الولادة لمخاطر، فنقول هذا من باب الحاجيات والضرورات، فلو تعلم ذلك بهذا الاعتبار لأنه سوف يتعرض لهذه المهمة لم يكن عليه حرج. وهذا التخصص الأولى والأفضل أن يترك للنساء كتخصص. التأمين الصحي الذي تقوم به الحكومة، يقول ما حكم التأمين الصحي؟ التأمين الصحي الذي تقوم به الحكومة تقوم به الدولة ليس عن طريق شركات تتربح منه جائز، أما التربح من عقود التأمين المماثلة لعقود التأمين على الحياة وعلى السيارات وعلى البيوت وعلى غير ذلك من ضمنها التأمين على الصحة، فهذا ليس بين الدولة وبين فرد، بل بين شركة تريد أن تتكسب وتتربح، وبين أفراد على عقد مجهول غرر
مبنى ربح هذه الشركات على عدم مرض الناس، وعلى حصول يعني على أنه لا لن يمرض طائفة منهم تضيع أموالهم التي يدفعونها في مقابلة أن البعض سوف يحدث له ذلك. هذا في نوع من القمار. أما بالنسبة للدولة فهي توفر مستشفيات كاملة مفتوحة على الدوام، وتوفر فيها أطقم أطباء وتوفر أدوية، فهذا من الهبة التي يراد بها الإفادة، والله أعلى وأعلم. لذلك نقول وضع التأمين الصحي تابع للدولة يختلف عن الشركات، والدولة لا تتربح من ذلك، ولكن الدولة تحاول التوفير، توفير الرعاية الطبية لطائفة كبيرة لا تستطيع أن تقوم بها وحدها، فمثل هذا لا يمنع منه، والله أعلى وأعلم. لا، التأمين احنا بنتكلم عن التأمين الصحي اللي تبع الحكومة. التأمينات الاجتماعية بقى اللي هي المعاشات أيضا هي بيراد بها الإثابة التابعة للدولة لا بأس بها. أما التأمين على الحياة أو ضد العجز والشيخوخة اللي بعد ما يوصل لسن يروح ليها قبض مبلغ أو هذا مع شركات تريد التربح، فهذا لا يجوز.